كذا كمان خلونا نتكلم عن وجهات الخريف. خلونا نرحب من باريس بمراسلنا أكيد مراسل صباح العربية ليث بزاري. يسعد صباحك ليث، ويبدو أن الوقت باكر جدا عندك، لكن خلونا نتكلم عن الوجهات السياحية الخريفية لهذا الوقت من العام. صباح الخير لكم، يعني أنا مشتاق لكم أكيد بهذا الجو الخريفي، مع أنه أنتم لابسين أسود وأحمر ولكن لازم كان لبسنا بيج وألوان الغامق، مشتقات البيج الغامقة بهذا الفصل اللي بتنزل فيه أوراق الشجر تتحول من البني إلى الأخضر مع هذا الفصل. وعلى كل حال العكس عن اليقطين يا جماعة، ما تنسوا شوربة اليقطين لبلاش يصير فيكم مثل ترشحوا مثل ما سامعين صوت. طبعا بهذا الفصل يصبح السماء رمادي رومانسي خلاب، ولمحبي السفر في فصلي الفصل هذا الخريف والشتاء في أوروبا إليكم بعض النصائح لوجهات خريفية دافئة بامتياز. أولا الغابة السوداء بلاك فورست التي تقع في مقاطعة باد فيرتمبرغ جنوب غرب ألمانيا. والجميل في الأمر يا جماعة أنه يمكن للسائح التنزه إما مشيا على الأقدام في الغابة أو على متن دراجة هوائية خاصة للمناطق الجبلية. ولمحبي الحمامات المعدنية فما أكثرها في الغابة السوداء لبلاك فورست في منطقة بادن بادن أوشن بروغروف وتونباخ. وعندنا ثانيا يا ريم منطقة شمال أوروبا وشمال الكرة الأرضية حتى، وهي أكبر جزيرة في شمال الأطلسي المحيط الأطلسي أيسلندا، ومنطقة بلو لاجون التي تعد واحدة من 25 أعجوبة في العالم. فهي عبارة عن حمامات معدنية بمياه طبعا ساخنة تصل حرارتها إلى 200 درجة مئوية نابعة من باطن الأرض، بنعرف البراكين. وللمفارقة البراكين طبعا في أيسلندا، وللمفارقة تصل حرارة الجو في هذا الفصل من العام في أيسلندا إلى بس 5 درجات مئوية. وثالثا عندنا المنطقة الحدودية الساحلية بين هولندا وبلجيكا، بروج التي تسمى فينيس الشمال أو بندقية الشمال نظرا لكثرة القنوات المائية فيها، وكذلك منطقة كنوكي المعروفة بشواطئها الخريفية الخلابة، إذ يمكن طبعا ممارسة ركوب الدراجات الشراعية هالمرة. وهناك لا ننسى تناول البحار الذي يصطاد من مياهها، ويعد من الأفضل في العالم. وعلى كل حال برضو في شوربة السمك الطازج بتكون عندهم رائعة. الله. والوجهة الرابعة أجواء أعياد نهاية العام التي بدأت زينتها تكبر في معظم دول أوروبا وتمتد حتى نهاية يناير من 2025. هناك وجهات عدة مثل شرق فرنسا ستراسبورغ وكولمار، طبعا زميلنا وسام بحب هذه المنطقة، وكوبنهاغن الدنماركية وزيورخ السويسرية للتسوق الشتوي. يا صبايا نحكي لنيكول لوريم وإلك ولاريتا كمان. والله صراحة يعني حمستني يا ليث على هذه الوجهات الجميلة. يعني أنا ما أحب البرد وما أحب الخريف، ولكن يبدو أن عندك أيضا وجهة أخيرة، ما هي؟ لا 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 قبل الوجهة الأخيرة بس الدفو، ما تنسوا ما تعملوا مثل ليث بزاري وتمرضوا مثل ما صار معي قبل كم يوم. الوجهة الأخيرة يا ريم هي أنا اخترت قبل أيام وسط فرنسا وتحديدا بلدة باغيلي مونيال الريفية في منطقة بورغوني المعروفة طبعا فرنسيا وأوروبيا بلحوم مزارعها الطازجة، وتناول هناك طبق دافئ مكون من اليقطين كنا نحكي عنه قبل شوي قبل المشي في الطبيعة. على كل حال يعني المناطق الناس مثل ما حكيت، في ناس ما بيحبوا الخريف والشتاء وفي ناس بالعكس بيحبوا هذه الأجواء، أنا بحبها بس يكون الواحد بالدفئ متخبي هيك مكنكن مثل ما بنقول بالعربي. واختار الوجهة الصحيحة يا ليث. يعني طيب ليث، أنت كيفك مع الأكلات الخريفية؟ يعني اليقطين هل بيكون متواجد في نظامك الغذائي؟ احنا اليوم بنحتفي باليقطين. ايه طبعا اليقطين انا بحبه بالسوب بالشوربه، مزبوط سخن هيك بتحطي فيه مكعبات الخبز التوستد خبز بيكون كراميليزي او عليه كراميل هيك بيكون رائع، هذا احسن طبق. وشويه بقدونس على الوجه جهيتونا يكون فطورنا هيك مع هالرشح يمكن. الله الله، شكرا لك ليث وشكرا لوجودك معنا اليوم.